طلابنا الأعزاء، طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم. والحصص الأخيرة النهائية محاضرتنا الدقيقة من منصة التميز، منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. نرحب بحضراتكم. اللمسات الأخيرة كما أعلنها الزميل الفاضل الأستاذ أيمن رضا عواد، كبير معلم الجغرافيا في محافظة القليوبية. الدقائق التي تحدثنا عنها، كتيب مفاهيم وزارة التربية والتعليم. نحن في علاقة تفاعل بيننا وبين طلابنا الأعزاء، انطلاقا من هذا المبدأ أعددنا كتيب المفاهيم اللي أكدنا بجملة رائعة في أولاد الوزارة، وفرت لكل طالب معلومة البحث بدلا من كتيب كبير والوقت. يعني راعينا حاجات كتير جدا في الاعداد بالنسبه لحضراتكم. اتكلمنا في المحاضره الماضيه اولادي على المصطلحات الخاصه بماده الجغرافيا السياسيه. تطرقنا انا وزميلي الفاضل الاستاذ ايمن في الوحده الاولى، توقفنا من خلال دروسها على الدرس الرابع، وهو النظام السياسي والانتخابي بالدولة. الحقيقة احنا متعودين على دقائق ونقاط دقيقة، ازاي هنتعامل في درس زي ده يا أستاذ عزيز يا أستاذ أيمن؟ أولا في هذا الدرس تنتهي الوحدة الأولى. الوزارة أعدت لحضرتك دقائق جميلة جدا حول هذا الدرس، ممثلة في الأنظمة الثلاثة، النظام الرئاسي، البرلماني، شبه الرئاسي. هذه الأنظمة الثلاثة من فضلكم ركزوا جدا 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 في القاسم المشترك بينهم يا أولاد، الجملتين المشهورين قوي اللي كتير جدا اتكلمنا فيهم: الاستقلال بين السلطات، التداول السلمي للسلطة. خلونا نتذكر جملة عرضية بالمنهج كله يا مستر أيمن، فاكر معايا كنا بنقول هناك ظاهرات قديمة، هناك ظاهرات حديثة على خريطة العالم السياسية. أيوة، السلطة والقوة من الظاهرات القديمة على خريطة العالم السياسية. بدأنا نشتغل ونقول نظامنا، نظام الحكم الديمقراطي سواء كان رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسي، التلاتة يا شباب قايمين على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة. خلي بالك بقى هنا قال إيه؟ لاحظ الاختلاف بين الأنظمة في اختصاصات الرئيس. أيوة، أخلي بالي كده من الكلام. يا سلام على الناس اللي بتدون يا مستر أيمن معانا كل كلمة بنقولها في تمام. منصة الثقة، منصة البث المباشر، أن النظام الرئاسي يتميز باتساع سلطة الرئيس، بينما في النظام البرلماني باتساع سلطة البرلمان، لكن في النظام شبه الرئاسي وجود رئيس منتخب من الشعب. إذن السلطة موزعة بين الرئيس والحكومة. يبقى بالفعل مكتوب إيه؟ ولكن الجميع مشترك في إيه؟ الاستقلال، الفصل بين السلطات، التداول السلمي للسلطة. خلونا نتذكر أندريه سيكفريد. أندريه سيكفريد رجل الانتخابات وأحد فروع الجغرافيا البشرية اللي ظهر في دولة، هنعمل جملة حلوة مستر أيمن، هنقول إيه؟ في دولة وحدوية مركزية بحدود طبيعية متنوعة بعاصمة تاريخية قديمة، أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي وأحد أعضاء الناتو. كتير كده من المعطيات، تبقى دولة مين؟ فرنسا. اشتغل على الأسلوب ده أولادي، التقسيم للدوائر الانتخابية. شيء طبيعي جغرافية الانتخابات بتهتم بالدوائر، تباين المكان في التصويت، سلوك الناخبين، وأثر الانتخابات في تغيير الظروف. خلي بالكم جدا جدا جدا. إذن النهاردة أنا بقول عمليات الترتيب مهمة، طبعا عمليات الترتيب مهمة جدا، وخلي بالك منها واربطها بالقدرة التنظيمية للدولة والتنظيم الإداري.
وقد احنا بدأنا نعمل انا استاذ ايمن سؤال ظريف جميل كده. انا بعتقد الصوره التي امامك تمثل احدى السلطات، طبعا اكيد اكيد على طول كلنا نجري على السلطه التشريعيه. ليبدا زميل الخلوق الفاضل الاستاذ الفاضل ايمن رضا عواد بكتيب المفاهيم عبر رحله الوحده الثانيه، احد اعمده كتاب المدرسه، الحدود، انواع الحدود، المشكلات الثلاثة سياسية اقتصادية اجتماعية المرتبطة بالحدود. أهلا زميلنا الخلوق، تفضل يا فندم. أهلا وسهلا مستر عزيز، بنرحب مرة أخرى بأولادنا طلبت منصة الثقة، طلبت منصة البث المباشر. طبعا أنا استمتعت بكلمات مستر عزيز عن النظام الانتخابي، وتذكرت سؤال كان عامله مستر عزيز وكنا عملناه قبل كده وتميزنا بيه، ويمكن كان معظم أولادنا يعني خانهم التعبير في السؤال ده، فحبيت نفتكره مع بعض يا مستر عزيز. لما قلنا مضيق دوفر كممر استراتيجي يفصل بين دولتين يختلفان في شكل الحكم او شكل نظام الحكم، وبعدين حطينا اختيارات، كل الناس راحت جري 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 على البرلماني والشبه الرئاسي، ولكن لو دققنا الكلمات ساعتها مستر عزيز حطلنا كده، وده ان شاء الله مجهز لنا مجموعه من الاسئله الجميله بتاعته، مجموعه من الاسئله اللي هي اللي بنقول عليها الثعبانيه، الاسئله اللف والدوران، فافتكرنا على طول على طول ان احنا بنتكلم عن دولتين، ده هما جمهوري اللي هي جمهوريه فرنسا، والاخر كان نظام ملكي وهي المملكه المتحده. إذا لازم هنا نقول لأولادنا إحنا عاوزين منكم حاجة بسيطة خالص، وحضرتك بتحل السؤال بتقرأ قراءة دقيقة جدا 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 للسؤال، زي ما قال مستر عزيز. وطبعا بعد تكرار الشكر العميق لمستر عزيز على جهده المبذول خلال العام، وبإذن الله بنقول لكم من دلوقتي انتظرونا في مراجعة قوية جدا في ليلة الامتحان، لأن احنا النهاردة إن شاء الله بتكون آخر حصص منصة البث المباشر في المراجعات الجزئية، وبننتظركم بإذن الله في كل المواد، في كل المواد بإذن الله في مراجعة قوية جدا من منصة الثقة، مراجعة يعني تقدر تقول عليها هي اللي تقدر تعتمد عليها في الامتحان، لأن حضرتك بتاخد أسئلة تقدر تقول عليها يعني أنت بتتكلم من بوابة شرعية، فبالتالي تقدر تعتمد عليها إن شاء الله في مذاكرتك في ليلة الامتحان. بالفعل احنا قدام وحدة هي الباكبون، هي العمود الرئيسي، هي العمود الفقري لمنهج الجغرافيا السياسية. بعد ما تعرفنا في دراسة عرضية لما قال لي مستر عزيز على الدولة وعلى مقوماتها الطبيعية وعلى مقوماتها البشرية وعلى نظامها الانتخابي، بندخل بقوة على وحدة. عاوز حضرتك تركز في أول سطرين موجودين قدام عينك في كتاب المفاهيم، وأتمنى أن يكون كل أولادنا اللي موجودين معانا في الحصة معاهم كتاب المفاهيم أو كتيب المفاهيم عشان ناخد بالنا. عاوزين نقرأ بعناية. قديما كانت عبارة عن نقاط على هوامش الدول، بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن الحدود السياسية، قلاع، أسوار، مثل سور الصين العظيم. هنا هفتكر على طول الجملة المشهورة اللي جت في امتحان السنة اللي فاتت لما قال لي سبقت الصين العالم بأسوارها بينما سبقت أوروبا العالم بأفكارها، وهنا يقصد بيها مين؟ يقصد بيها طبعا الجغرافيا السياسية، يقصد بيها أرسطو، يقصد بيها راتزل، يقصد بيها رودلف كيلين، ولكن كانت البداية مع أرسطو، فكانت سبقت أوروبا العالم بأفكارها في الجغرافيا السياسية. طيب ظهور القوميات، ظهور الدول القومية، خلي بالك ان الدول القومية تقدر تقول عليها ايه؟ نقدر نقول عليها الدول المركزية القوية، لان هي طبعا بتحتوي على قومية واحدة. بدأت تظهر الحدود في القرن ال 17 كحدود خطية. طيب عاوزين نعرف بيانات عنها، يعني بدأت تبقى ممسوحة في القرن ال 19. بنمشي مع بعض بسرعة مع الدرس ده، بنتكلم عن عوامل أدت إلى نشأة الحدود. دايما بقول لكم ولو نفتكر المقارنة الجميلة اللي كنت عملتها أنا ومستر عزيز في بداية المراجعة، ورد علينا أحد أبنائنا على الشات وقال أنا كده مش هنسى الفرق ما بين الحدود والتخوم، فرقنا ما بين الحدود والتخوم في خمس نقاط دقيقة، لما قلنا إن الحدود بشرية، الحدود طبعا ظاهرة قانونية، الحدود لما طب تعالوا نفتكر كده مستر عزيز لما قال القدم والحداثة، التخوم قديمة تبقى الحدود حديثة، إنك بتتكلم في القرن ال 19 والقرن ال 17. طيب يبقى إذا هنا بنقول عملنا دراسة عرضية، اتكلمنا في خمس نقط، طبيعية بشرية، طبيعية طبعا أكيد هي التخوم اللي هي زاد عمق جغرافي،
مساحة خط، الخط هي الحدود، المساحة هي التخوم. قانونية ليس لها أثر قانوني، ليس لها أثر قانوني، هي التخوم ثابتة وهي التخوم هنقول متغيرة، هنقول قابلة للنقل والحركة بل والاختفاء في بعض الآراء أو في بعض الأوقات. وده بيأكد على أفكار مين؟ فريدريك راتزل لما قال إن الخريطة السياسية تشكلت نتيجة الصراعات. وبنرجع في النهاية نقول إن التخوم قد توجد بها موارد، وخلي بالك من قد، ما بأكدش على الوجود الدائم، والحدود لا توجد بها موارد لأنها عبارة عن خطوط. استمر معايا في دراستك في كراسة المفاهيم أو في كتيب المفاهيم، فبنقول عندي عوامل مؤثرة في الحدود وهي زيادة السكان، وده بيفكرني بالقارة العجوز وهي قارة أوروبا لما أزالت التخوم، لما ترسمت الحدود، لما ارتبطت بالبنية التحتية. هو إيه يا مستر أيمن؟ إيه يا مستر عايز كلمة البنية التحتية؟ ما أنت لما أزالت الغابات ولما بدأت تزيل مناطق التخوم بدأت ترصف طرق، بدأت تعمل ما يسمى بالبنية التحتية. طيب بنستكمل ونقول الحاجة لتنمية المناطق الهامشية، وأقول لك تذكر جيدا منطقة بحر الشمال في غرب أوروبا، في شمال غرب أوروبا، وتذكر جيدا في الوطن العربي مين يا مستر أيمن؟ منطقة الخليج العربي. تذكر جيدا الكلمتين دول. المعاهدات المبرمة وهي الأساس الرئيسي اللي قامت عليها معظم الحدود على مستوى العالم، تقسيم الاستعمار لمستعمراته، وده هيظهر تقريبا كده يا مستر أيمن أنت ومستر عزيز في ثلاث قارات، هيظهر بقوة في أفريقيا، هيظهر في آسيا، هيظهر في أمريكا الجنوبية. يعني لازم نركز قوي قوي في الجزئية دي. طيب تقسيم الاستعمار لمستعمراته، وشفناها فعلا في كتاب المفاهيم أو في كتيب المفاهيم، قال لي آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية. طيب الحروب، واحد يقول لي وليه مش أوروبا يا مستر؟ إذا كانت أوروبا هي اللي كانت بتحتل، فبالتالي مش هنتكلم على ان الاستعمار لعب دور في اوروبا قد ما كان الدور اقوى للناحيه الديموغرافيه وهي حركه السكان. الحروب كما هو الحال في الهند، حدود الغالب والمغلوب او حدود الهدنه. مراحل تخطيط الحدود، مره طبعا الحدود باربعه مراحل، التعريف والتخطيط، التحديد على الخريطه، التعيين على الطبيعه، اداره الحد. هنا بقى أتذكر في أي مرحلة يتغير مسار الحد، المرحلة الثانية. خلي بالك المرحلة الرابعة وهي إدارة الحد تتفق مع أي أهداف الحدود. الحدود تقوم بوظائف الفصل، الحماية والأمن، الحماية الاقتصادية، الوظيفة السياسية والقانونية. كن دقيق جدا في توصيف المعلومة. تعالوا ناخد نموذج لجملة جميلة يا ولادي. شايفين الألفاظ المكتوبة؟ تتميز التخوم عن الحدود بأنها، يبقى هتكون إجابة حضرتك من جهة التخوم مش من جهة الحدود. أنا كده إيه، حاول أستبعد أي حاجة فيها ألفاظ أنا شايفها. هل هي جغرافية متغيرة طبيعية؟ التخوم ظاهرة جغرافية لكن مش متغيرة، يبقى تستبعد. هل هي قانونية؟ لا مش قانونية، يبقى تستبعد. هل هي جغرافية ثابتة ذات موارد؟ أم هي قانونية ثابتة ذات مساحة؟ هي بالفعل جغرافية ثابتة ذات موارد. تطبيقات الكلام. الدرس الثاني أنواع الحدود السياسية. تفضل مستر أيمن. لنتذكر جيدا لما مستر عزيز قال لي، عارف انت كده ارشدني بقوة وقال لي خلي بالك يا مستر ايمن، خلي بالكوا كلكم معايا. واحد يقول لي ايه، انت انا شايف ان المفاهيم او زي ما نقول كده الكلام محدود جدا في انواع الحدود، مع انه اهم درس. ليه بقى؟ انا هقول لحضرتك حاجة، اهم درسين عاوزك تاخد بالك منهم جدا جدا جدا، الدرس الثاني في الوحده الاولى والدرس الثاني في الوحده الثانيه. طب ليه يا مستر ايمن انت ومستر عزيز؟ لان دول اللي فيهم اللمحه الجغرافيه الحقيقيه ليه، سواء كان للدوله ومقاومتها الطبيعيه، سواء كان انواع الحدود. بنتذكر بسرعه مع بعضنا طبعا الحدود الطبيعيه وهي الحدود الجبليه. فاكر لما قلنا الطبيعي يكسب، الطبيعيه اقوى من البشريه، فبسرعه كده مع بعض، الحدود الطبيعيه جبلية، نهرية، بحيرية، بحرية. واشتغلنا بقوة في الجزئية الخاصة بتقسيم المية، والكلام ده كله كان مميز جدا جدا جدا. فلما جينا نتكلم عن الحدود الطبيعية جبلية، افتكر معايا الخمس كلمات اللي كنا بنميز بيهم الحدود الجبلية: دائمة، مرئية، عريضة، وعرة، قليلة السكان.
مستر عزيز فكرني بسؤال بينا وبين بعض كده في الشات الخاص بينا، بيقول لي فكرهم بالسؤال اللي قلنا تتشابه الانهار مع الجبال في ايه؟ في انهما خطوط دفاعيه، اقراها كويس من كتاب المدرسه. طيب الامثله، جبال الانديز شيلي والارجنتين، جبال البرانس بين فرنسا واسبانيا، ومستر عزيز محضر لكم حاجه جميله جدا في نهايه الايه الفقره دي. طيب نتكلم على جبال الهيمالايا، ما هي حدود برضو يا مستر ايمن هند والصين. طيب حدود نهريه زي الراين بين فرنسا والمانيا، الريو جراند بين الولايات المتحده والمكسيك، ونهر بوج اللي هو بين بيلاروسيا واوكرانيا وبولندا، بيلاروسيا واوكرانيا من جانب وبولندا من جانب اخر، لازم تاخد بالك من الجزئيه دي على الخريطه. بحيرية مثل بحيرة فيكتوريا، ونبدأ نشوف ازاي بتتخطط الحدود في البحيرات، اما طبعا وفقا للمعادات كما هو الحال في بحيرة فيكتوريا، او خط المنتصف كما هو الحال في البحيرات العظمى الاربعة وليس الخمسة، انتاريو، ايري، هورن، سوبر يورو، بين كندا والولايات المتحدة. البحرية واتكلمنا، افكرك بسرعة الداخلية، المياه الداخلية اللي هي جزء من المية على أرض الدولة أو على يابس الدولة، محاط بيابس الدولة، جزء من أرض الدولة متصل بالبحر المفتوح، وهنا نفرق ما بين المياه الداخلية والبحيرات الداخلية. إقليمية اللي بتمتد من 3 ل 300، متفق دوليا على 12 ميل بحري، متفق دوليا على 12 ميل بحري. وفي أسئلة جميلة جدا جدا، خلي بالك لو تفتكروا معانا في التجريب الأول والثاني وفي الدور الأول والدور الثاني السنة اللي فاتت، اتكلمني عن سفينة خرجت واتجهت برقم معين، هنتكلم عن ده كله دلوقتي أنا ومستر عزيز. بنرجع لنقطة مهمة جدا جدا وهي الحدود البشرية، معلش يا مستر عزيز نرجع للشريحة اللي فاتت. بنشتغل على الحدود البشريه سواء كانت هندسيه، طبعا تسير مع خطوط طول ودوائر العرض دي نسميها فلكيه بحته، او بترتبط بممسات مع دوائر مع مناطق كده قطع مستقيمه، ولكن القطعه المستقيمه اذا كانت عرضيه تماما او طوليه تماما دي بتتفق مع خطوط طول ودوائر العرض، ولكن لو واخده شكل ميل دي بنسميها هندسيه وليست فلكيه. الإثنوغرافية وهي الحدود الحضارية، اللغة والدين كما هو الحال في قارة أوروبا والهند وباكستان في الدين. هنا مستر عزيز لو بعد إذن حضرتك أنا أقول لحضرتك هنشتغل مع بعض سؤال جميل جدا، وأسيب حضرتك للسؤال المميز اللي حضرتك عامله لنا في الجزئية دي. بص يا أولاد، لو جينا نتفرج كده على جبال روكي، جبال روكي تختلف عن جبال الإنديز، لو قلت لك في الامتداد، لو قلت لك في التكوين، لو قلت لك في انتمائها للعالم الجديد، لو قلت لك في اعتبارها كحدود، هنختار على طول اعتبارها كحدود، لان جبال روكي بتخترق الحدود، وهنا جبال روكي تتشابه في الخصائص الطبيعيه مع نهر الراين، الريو جراند، البوج، النيل. بسرعه كده معايا، يا ريت اشوف ولادنا على الشات، هقول السؤال تاني ونشوف كده دماغكم هتودينا على فين. لو قلنا جبال روكي في جبال روكي في امريكا الشماليه تتشابه في خصائصها الجغرافية الحدودية مع نهر الراين، مع نهر البوج، مع نهر الريو جراند، مع نهر النيل. طيب واحد يقول لي يا مستر أيمن أنت ومستر عزيز، هو نهر النيل حدود في قطاعات؟ إحنا نهر النيل هنا بيخترق الحدود، يعني لما تيجي تبص على نهر النيل بين مصر والسودان مش حدود طبعا، لما تيجي تبص على جبال روكي بين المكسيك، بين الولايات المتحدة، بين كندا، برضو بتخترق الحدود. يبقى إذن هنا على طول بقول بتتشابه مع نهر النيل. برافو كريم، بيقول لي مع نهر النيل. طيب مستر عزيز انت مجهز لنا حتة جميلة جدا عاوز اسمعها من حضرتك في الجزئية دي، اتفضل. في الحقيقة يا ولاد بصراحة يعني انا عملت حاجة كده غريبة قوي يا مستر ايمن، ويا رب الاولاد بس ايه ما يتفاجئوش بيا كده ويرجعوا يزعلوا منك ومني. قالوا ايه؟ قلت ايه يا استاذ ايمن؟ في الحدود البحيريه يا اولاد، فاكرين زمان الخلوق مستر ايمن عبر البحيرات العظمى، بحيره سبيرير، ماتشيجن، هورن، اير، انتاريو، فالحدود الفاصله عبر الحد الاوسط على ابعاد متساويه طبعا. فشفنا كده من الخريطه استنتجنا طبعا على طول ان الحدود عبر اربع بحيرات باستثناء بحيره مين يا مستر ايمن؟ ماتشيجن، صح؟ تمام مستر. ماتشيجن تعتبر بحيره خالصه كامنه لامريكا. فانا بصراحه قعدت انا مستر ايمن كده، هو حتى يقول لي يا اخي ده ايه ده اللي انت عامله ده؟ قلت له خلينا نتعمق شويه عشان نعمل ايه فعلا بجد منصه الثقه الحقيقيه لاولادنا. الخريطه العالميه عليها مجموعه من الدول والجزر.
احنا ليه دايما بصين على الدول ما نبص على الجزر؟ قال لي هتعمل ايه؟ قلت له هقول لك. طبعا تستثنى ميتشيغان كبحيره امريكيه خالصه، فلو تخيلنا شكلها المورفولوجي فانها ستتشابه مورفولوجيا مع، وكنا بنجيب لكم في التدريبات يا اولاد 4 دول صح؟ وشيء طبيعي انت هتبقى باصص على بحيره ميتشيغان فهتلاقي ان هي بحيره طوليه، يبقى تاخد الشكل الشريط الطولي يعني تقترب من دوله مثلا زي مين؟ زي اي دوله طوليه، البرتغال، النرويج، السويد، ملاوي مثلا تمشي وسط اولاد الدول الطوليه. فقلت ايه بلاش نكتب دول ونحط جزر. نحط جزر، ايوه الجزر دي ايه يا مستر عزيز؟ هو انت كنت بتدرسوها لنا؟ ايوه طبعا عينينا بص عليها. يبقى انا عاوز كده قبل انا مستر ايمن قبل ما نقول السؤال والاختيارات، عينينا تبص على اشهر الجزر اللي في الكاريبي عشان المكسيك، منطقة المكسيك اللي خدناها في انتاج البترول. نبص على جزر المتوسط يا اولاد لان احنا درسنا ان فيها جزر تتبع دول وجزر في شكل دول، بدليل اللي منها اصغر الدول الاتحاد الاوروبي مالطا. نبص على جزر اندونيسيا. فقلت ايه؟ يلا يا مستر ايمن نكتب السؤال. بالنظر الى بحيره ميتشيغان التي تقع حدودها الكامله في الولايات المتحده فانها تتشابه في الشكل المورفولوجي مع، قمت كاتب جزيره قبرص، جزيره كريت، جزيره مالطا، جزيره سومطرة. ايه ده؟ انتوا عملتوا ايه؟ احنا بدل ما نحط 4 دول حاطين 4 جزر. واتمنى هذه الفكره اللي ابتكرناها لحضراتكم تحوز اعجاب من يسمعنا الان وتكون انفراد من منصه البث المباشر يا مستر ايمن، ان ولادنا هيبصوا على الجزر كلها على الخريطه، طبعا مش حرفيا لكن الاكثر وضوحا وانتشارا. يعني الولد اكيد عينيه يا مستر ايمن على جزر الكوميسه، اكيد شافها كويس جدا يبقى اشتغل فيها، وخد اندونيسيا كنموذج للدوله البحريه المجزاه، وخد ماليزيا للدوله البريه البحريه المجزاه، وبص على جزر المتوسط وهو بيذاكر جزيره مالطا لان اخد صقليه وكورسيكا وسردينيا والبليار. يبقى لما نبص كده بايدينا على الخريطه ونرجع النهارده نفتحها هنوجه حضراتكم لشغل جديد خالص، ان ادقق النظر في جزئيه ممكن تكون مغمضه عند الكثيرين. طبعا يا مستر ايمن هتكون الاجابه بالشكل المورفولوجي الطولي واضحه قوي بالنسبه للطالب، وهي جزيره سومطرة اذا كان تمام. توصل اليها سريعا. اتمنى وانا فكره تعوز فكره جميله يا مستر عزيز. طيب ممكن يا مستر عزيز اخد من فكرتك برضو ونفتكر مع بعض الجزر اليابانيه الاربعه. الجزر اليابانية الأربعة، مين اللي تصلح فيهم؟ كيوشو. تمام. يبقى مين الجزيرة اللي واخدة الشكل الطولي يا أولاد؟ مين الجزيرة؟ شوفوا بقى، هو بعد ما مستر عايز عملها لي على جزر على مستوى العالم هخليك تاخد برضه جزء واحد، يعني هتدخل على دولة واحدة فهتلاقي الجزيرة اللي واخدة الشكل الطولي هي الجزيرة اللي فيها العاصمة القديمة والعاصمة الحديثة. وعندي الضمان المادي للسؤال إن المعلومة مكتوبة في المنهج، إن الطالب درس دولة اليابان ومدون في كتاب المدرسة خريطة اليابان ومدون أسماء الجزر يا مستر عزيز الشكل بتاعها، اذا هي باينه. يا مستر عزيز هستشهد بسؤال في امتحان السنه اللي فاتت، قال لاولادنا ايه؟ قال نهر السنغال يفصل بين دولتين. طبعا انا ما درستش نهر السنغال ولا درست الدولتين اللي ذكرهم، وهو بذلك يتشابه، وراح خد الدولتين وقال لي وهما بذلك تتشابهان معا. شوف الاختيارات، قال لي فرنسا واسبانيا، قال لي الهند وباكستان،
قال لي ألمانيا وفرنسا، وكانت الإجابة بالفعل ألمانيا وفرنسا، لأن اللي بينهم نهر الراين، وزي ما بين السنغال ومالي برضو نهر، أو زي ما منطقة غرب أفريقيا فيها العديد من الأنهار. يبقى حضرتك خليك معايا كويس جدا، أنت هنا يعني عجبني جدا في الأطلس اللي موجود فيه كتيب المفاهيم أنه جاب خريطة العالم الطبيعي. عارف ده معناها إيه؟ معناها أن أنت مطالب ببعض الظاهرات الطبيعية اللي أنت ما درستهاش اسما في المنهج، لكن انت عارف عنها، مطالب بجبال روكي زي ما اتكلمنا عليها، مطالب بالانهار في العالم، مطالب بحاجات كتيره جدا جدا لازم تكون واضحه. انا بعتذر لاولادنا اللي كاتبين اسئله كتير على الشات، لان احنا النهارده مرتبطين بان احنا نخلص لكم كتيب المفاهيم، وان شاء الله لو معانا من الوقت وقت هنبدا نرد على كل اللي موجوده. يعني عذرا ساره عبد الناصر، عذرا كل الناس اللي كاتبين اسئله، لكن والله احنا مطالبين ان احنا نخلص لكم الكتاب او كتيب المفاهيم. طيب تعالوا لدرس مميز جدا جدا، واول اطلس الخرائط لو تفتكروا انا ومستر عزيز طول السنه نقول لكم اهم صفحتين خرائط في كتاب المدرسه، اول خريطتين في كتاب المدرسه والدرس الثالث في الوحده الثانيه. تعالوا نفتكر مع بعض، وبرضو ده احنا شفنا سؤال يا مستر عزيز في امتحان السنة اللي فاتت الدور الثاني، لما قال لأولادنا ايه؟ جاب خريطة الألمانية وظلل ألمانيا الشرقية، وقال لي ايه؟ ان الدولة المظللة امامك طبعا في صراع الايديولوجي كانت بتنتمي الى ايه؟ وما جابش سيرة الشيوعية نهائيا، وكتب كلمة يا أولاد هي كلمة مساوية للشيوعية ولكنها من الجانب الاقتصادي الاشتراكية. طب اسمع معايا، شين شين شين، شيوعية اشتراكية كتلة شرقية. ركز كويس جدا جدا، ارجع لامتحان السنة اللي فاتت الدور الثاني وشوف السؤال قدام عينيك. يعني ما قاليش رأسمالية وشيوعية، طبيعة كلها هيختار الشيوعية، ولكن جاب كلمة كده هي الوجه الاقتصادي للشيوعية وهي الاشتراكية. طيب تعالوا نفتكر الدرس ده بصورة واضحة، لما قلنا هنجيب خط أعداد ونقسمه إلى أول القرن، منتصف القرن، أواخر القرن. أول القرن العادة المشهورة ظهور دول واختفاء دول، انقسام دول واندماج دول، والدليل على ذلك انقسام ألمانيا إلى ألمانيتين شرقية غربية، الشرقية الشيوعية والغربية رأسمالية، ودي كانت لها دور مهم جدا جدا في الصراع الأيديولوجي. وافتكر معايا سؤال، أثرت في الصراع الأيديولوجي دول غرب أوروبا كان المقصود بيها ألمانيا. في منتصف القرن ظاهرة الاستقطاب العالمي، كتلة شيوعية وكل ما هو شرقية، الاتحاد السوفيتي، حلف وارسو، منظمة الكوميكون، كل ما ارتبط بالاتجاه في الشيوعية والشرق. الرأسمالية الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، حلف الناتو، طبعا القوة اللي هي في الغرب، وهنفتكر في الدرس الأخير هيمنة الدول الغرب الرأسمالية على المال والسلاح. طيب في أواخر القرن طبعا تفكك الاتحاد السوفيتي، الفوضى السياسية، عادت ألمانيا مرة أخرى واندمجت في دولة واحدة وهي ألمانيا الاتحادية زي ما احنا عارفين، انتصار الرأسمالية. طيب يا مستر أيمن، يا مستر عزيز، هل خريطة العالم السياسية هتفضل على وضعها حتى يعني فترة طويلة؟ هقول لك لا، خريطة العالم السياسية تتميز بالتغير المستمر، وهناك عوامل تؤثر في مستقبل الخريطة السياسية للعالم، في عوامل مميزة جدا هتأثر في مستقبل الخريطة السياسية للعالم، ولازم نراجعها كويس جدا جدا. انتهاء طبعا الصراع الأيديولوجي، انتصار الرأسمالية إلى آخره. طيب نرجع لنقطة مهمة جدا، النهاردة في الألفية الثالثة، خلي بالك لما تقول العالم 200 دولة، 193 دولة على وجه الخصوص أعضاء في الأمم المتحدة، دولتين غير كاملة العضوية وهما فلسطين والفاتيكان، ودول بيتشابهوا مع بعض من الناحية اللي هي الدينية زي ما احنا عارفين كقلب ديني، وكذلك بيتمثلوا مع أو يتشابهوا مع بعض في التمثيل الدبلوماسي الدولي. طيب بنتكلم بعد كده عن معنى كلمة مشكلة سياسية، طبعا أي تهديد يمس أمن الأوطان موجودة في المفاهيم في البداية. معانا ثلاث مشكلات في الدرس ده، وهي مشكلة سبتة ومليلة، القصة المشهورة إن كان يا مكان كان في مدينتين استولت عليهم أسبانيا، دخلت فرنسا استولت على المغرب ككل، خرجت فرنسا زي ما درست في التاريخ في الفصل الخامس، وبعد ما خرجت فرنسا فضل المدينتين في إيد أسبانيا. طيب بدأت المغرب تطالب، فكان الرد الأسباني خلي بالك، واحد بعمق تاريخي وهو التقادم، الثاني بعمق ديموغرافي وهو ان 60% من السكان اسبان، والثاني عمق ثاني كان واخد شكل دبلوماسي ان المدينتان غير مدرجتان بالامم المتحده كمدن غير مستقله.
نرفع لمحكمة العدل الدولية تقول لك حلوا مشكلتكم بالحوار، تنتهي الأمر كما هو عليه، يعني يبقى الوضع كما هو عليه. كذلك مشكلة كشمير، المشكلة المشهورة اللي موجودة لحد النهاردة، إقليم طبيعته مختلفة، الحاكم هندوسي، معظم الشعب مسلم، طب عايشين مع بعض في البداية بدون أي مشاكل، قامت ثورة من الشعب المسلم على الحاكم الهندوسي، استعان الحاكم الهندوسي بالهند، تحركت قوات هندية، تحركت باكستان لإنقاذ الشعب المسلم، أصبح الإيه؟ يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار، بقت حرب ما بين الهند وباكستان. تتدخل الأمم المتحدة، الوضع ما زال على ما هو عليه حتى الآن، دور شوية في نوع من الإيه؟ السلبية. طيب، حتى البقر عمل مشكلات سياسية، مشكلة حركة الرعاة، مشكلة الجفاف اللي شهدته أفريقيا، منظمة الإكواس المنظمة اللي بتضم 16 دولة من دول الغرب الأفريقي، وطبعا القضية المشهورة مع سؤال مميز. اتفضل يا مستر عايز بسؤال حضرتك. احنا هنطرح السؤال والولاد يشتغلوا في الإجابات. تمام، عشان نقدر يلي يمثل سبب اجتماعي، من فضلك امسك قلمك والرصاص وحط دايرة على كلمة اجتماعي يؤدي إلى النزاع في مناطق الرأي. لسه مستر أيمن حالا قايل إن منطقة غرب أفريقيا تشهد مشكلات رعوية نتيجة أسباب متنوعة، قد تكون اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ومناخية، بيئية. لما دقق النظر جدا اجتماعية، يبقى شوف إيه الجانب الاجتماعي في الأربع عناصر دول. لو شال اجتماعي يكتب اقتصادي، شال اقتصادي يكتب سياسي، شايل بيئة، وهكذا. ولاد، ضمن الأسئلة الجميلة اللي حضراتكم تنتبهوا ليها جدا ليكم. الدرس الرابع مستر أيمن، وهو المشكلات الاقتصادية ذات البعد السياسي اللي الطالب يقدر يربطها ما بين المياه اللي تم دراستها والأنهار، سواء كانت المياه الإقليمية التكميلية، المياه المحايدة، المياه الدولية، تقسيم الأنهار سواء كانت أنهار دولية أو أنهار محلية. والكتاب خاص في الدرس ده مشكلة جميلة خالص كده، وتم حلها بمنتهى السهولة باستخدام أسلوب إيه يا أولاد؟ أيوة، باستخدام أسلوب التحكيم، تونس وليبيا نتيجة ظهور مين يا جماعة؟ فحم ولا بترول؟ البترول يا مستر عزيز، خلي بالكم من الكلام جدا. خلي بالك أنا أقدر أوظف لك المشكلة على أساس شكل الدولة زي ما هو موضح في تونس، أو على أساس الواجهات البحرية كواجهة واحدة في دولة ليبيا. اوعى تنسوا يا أولاد برشلونة وباريس للاتفاقيات النهرية اللي خصت حرية الملاحة في الأنهار، في المناطق الصالحة في الأنهار الدولية. طب زي مين يا مستر؟ زي نهر الراين ونهر الدانوب، زي كل الأنهار اللي بتجري عبر دول، قد تجري عبر دول أو تفصل بين دول. ما ننساش كويس جدا مشكلات الصراع على مصادر الطاقة، البترول هو كلمة السر، وعندنا أكثر من نموذج للمشهد ده. فكين لما قلنا اندفعت القوات الألمانية نحو جبال القوقاز أمنا في الحصول على بترول تلك البلاد. خلص على الدرس يا ولاد بجمل جميلة قوي، إنما بتكلم على المؤسسات الدولية، والمؤسسات الدولية من فضلكم اهتموا جدا 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 جدا. الأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة التنمية الصناعية اليونيدو اللي بتساهم في تنمية الدول النامية في مجال الصناعة والإنتاج، صندوق النقد الدولي، مركز التجارة العالمي، واحنا نخلي بالنا جدا من أهداف بعض المؤسسات الدولية والنظم مع مركز التجارة العالمي، منظمة الأغذية والزراعة الفاو، خدمة أهالي وقرى الريف في الدول النامية. وهذا السؤال اللي احنا كنا طورنا من أسلوبه ومن طريقته أولاد، شايف هنا اعملوا سكرين من فضلكم وبص كويس جدا على الخريطة ان انا حطيتها لحضرتك. الاستاذ ايمن مدقق النظر معانا وبيقول لي ايوه، منطقة البحيرات ايه، خطوط على ابعاد متساوية ولا عمق ولا حدود فلكية ولا خطوط مستقيمة؟ انا فاكر لفظ الخط الابعاد المتساوية اللي كلمتونا فيها دي يا جماعة، وخاصة كمان في الانهار وكمان عبر نهر الريو جراند. ينهي الوحدة الثانية مستر أيمن بدرس المشكلات الاجتماعية ذات البعد السياسي ومفهوم الأقليات. هي فكرة جت نتيجة إيه؟ إن حركة السكان أولاد، الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، بيرحل من مكان إلى مكان. الأمر ده كمان اللي أثر على
التركيب النوعي والتركيب العمري، أنتجت فكرة حركة السكان، مشكلات اجتماعية ذات بعد سياسي ممثلة في إيه مستر أيمن؟ في أقليات. تمام أي أقل أنواع الأقليات انتشارا؟ الأقليات اللغوية. وهناك أقليات ظهرت برحلة الانهيار التي حدثت في الشمال الشرقي من الخريطة، وانهيار الاتحاد السوفيتي، وانهيار الاتحاد اليوغوسلافي. خلي بالكم كويس جدا 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 من النقاط دي يا جماعة. خليني أقول لك حاجة جميلة وأنت بتذاكر في الأقليات الدينية، مر كده على قارة إفريقيا وشوف لي أشهر الأقليات المنتشرة مرورا بمدار السرطان في قارة إفريقيا، سؤال رائع. ويحط لي مجموعة أنواع الأقليات المكتوبة عندك. يكلمني عن الأقليات العرقية، مشكلات الزنوج في الجنوب الأفريقي وجنوب الولايات المتحدة، وقصة هذا الصراع كيف انتهى وكيف تم حله. أكيد في عوامل مؤثرة على استقرار الأقليات، لو متوزعين في كل مكان ما فيش منهم مشكلة، لكن لو متمركزين في منطقة محددة يسولون مشاكل. ما فيش شك أن التوزيع الجغرافي ليس العامل الأول، هناك عوامل أخرى، خصائصهم، حجمهم، قوتهم، كل ده بيأثر على الاستقرار. ركزوا جدا في مشكلة الأقلية الكردية. لما بنقول هجرات، في هجرات إجبارية، وأنا حابب أن يكون معانا خريطة مصر وحط سهم على منطقة بحيرة السد العالي، وأقول لك شهدت هجرات إجبارية لأسباب إيه؟ دوافع قومية، تغليب مصلحة الوطن ببناء مشروع يحمل الأمن المائي، بناء السد العالي وتكون البحيرة، يبقى المنطقة الواقعة في جنوب الوادي. طب لو حطيت السهم ده على منطقة قناة السويس لأسباب سياسية عسكرية، الهجرات غير الشرعية ومشكلاتها اللي هي رايحة لأوروبا، هجرات منتشرة في منطقة الخليج العربي. ما فيش شك إن عمليات الهجرات غير الشرعية تشهد تأثير سلبي أمنيا وسياسيا، اجتماعيا، صحيا، اقتصاديا. هو حاطط لك بين كل واحدة جملة توضح المشهد، يعني بقول لحضرتك يا ترى انت فين معايا؟ اعملوا سكرين من هذا السؤال الجميل. احدى الاتفاقيات الرعوية ذات الاهداف السياسية، يا سلام على هذا السؤال. احدى الاتفاقيات الرعوية ذات الاهداف السياسية. خلي بالك من نقطة رقم 1، نقطة رقم 2، 3، 4، ركز كويس جدا، اقرأ بتدقيق. يبدأ مستر أيمن مع حضراتكم، لأن أنا حاسس إن هو يعيني طبعا ببذل جهد في ده. تسلم لي يا مستر عزيز، أنا مستمتع مع حضرتك يا مستر عزيز، مستمتع جدا كمان. نلم الأمور بنقاط بسيطة يا ولادي، صدقوني هذا الكتيب نكرر كل الشكر والتقدير لمن قاموا بإعداده وبذلوا هذا الجهد الرائع فيه. مستر أيمن هيتكلم معانا على التكتلات الاقتصادية، الأحلاف العسكرية، وقصة ظاهرتين الأولى ظهرت حديثا والأحلاف قديما. تفضل يا فندم. تمام يا مستر عزيز، أنا بقول لولادنا إحنا بنعتذر برضو للمرة الألف، إحنا مش هنقدر نرد على أسئلة النهاردة لأن إحنا معانا كم كبير جدا جدا لازم نخلصه. نعمل حصص تانية لكم صدقوني. إن شاء الله بإذن الله. طيب تعالوا بقى مع بعض للوحدة الثالثة، مهم جدا جدا تركز في كل كلمة هنقولها. تمام، وركز معايا لان احنا هنضطر ان احنا نسرع رتمنا شويه عشان تفهموا معانا الموضوع بقوه. التكتلات والاحلاف، الوحده الثالثه، نبدا بالتكتلات الاقتصاديه. طيب معانا مراحل، احنا بنمر بمقومات، هنشوف مقومات وهنشوف مراحل وهنشوف نماذج، والخريطه موجوده في اطلس كتيب المفاهيم، خريطه مميزه جدا جدا، وهنطلع عليها مجموعه من الاسئله ان شاء الله في حصه مراجعه ليله الامتحان. طيب احنا عندنا المراحل اللي بيمر بيها مراحل تكوين اي تكتل اقتصادي، بنقول لحضرتك رفع الحواجز الجمركيه والغير جمركيه. المرحله الثانيه وهي مرحله الاتحاد الجمركي، ويمكن ابنائنا طلبه الازهر لسه ممتحنين بالامس، فكان عندهم سؤال يقول لك ايه اكتب المصطلح تعريفه موحده، تعريفه جمركيه موحده على السلع المستورده من خارج التكتلات، فكانت الاجابه هي الاتحاد الجمركي. بالفعل لما تتساوى سعر منتجين مستوردين من الخارج في دولتين داخل تكتل، ده بنسميه اتحاد جمركي.
ثم السوق المشتركة، تحرير تدفق العمالة ورأس المال بين أعضاء التكتل، ثم التنسيق الكامل للسياسات وهي المرحلة الرابعة، ودي مرحلة مهمة جدا جدا جدا، توصل حضرتك بالمرحلة الخامسة اللي بنسميها الاندماج الكامل. طيب تعال بقى مع بعض كده المقومات. كان في سؤال عرضته أنا ومستر عزيز قبل كده ويمكن أثار جدل، وبعض الناس فهموا السؤال خطأ. ما أقول لحضرتك إيه؟ التكتل الذي يفتقد للمقوم الأساسي. ناس كتيرة وحطنا في الاختيارات الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون، الكوميسا، وقلنا منتدى التعاون اللي هو الإيبك. طيب حضرتك اقرأ كويس من كتاب المدرسة، يقول لك إيه؟ المقاوم الأساسي هو الاتصال الأرضي. إذن هنا على طول مين اللي ما عندهوش اتصال أرضي؟ هو اتحاد الكوميسا. ونفتكر مرة تانية لما مستر عايز عمل سؤال وقال لك إيه؟ أقوى التكتلات ديموغرافياً. بعض الناس حسبتها بالورقه والقلم، قالت لك ايه؟ الاتحاد الاوروبي 500 مليون، مجلس التعاون او اقول الكوميسا بتتكلم فيه عدد يعني حوالي يا مستر ايمن انت ومستر عزيز 550، تيجي حضرتك في مجلس التعاون 50 مليون، يبقى على طول هختار الكوميسا. لا طبعا. طب ما انت عندك الايبك او منتدى التعاون في دوله واحده بس فيها ربع سكان العالم ما يقرب من مليار ونص نسمه، وهي دوله الصين. يبقى احنا عندنا النماذج، عندنا المقومات، مقومات جغرافية، مقومات بشرية، حجم كبير للسكان كما هو الحال في بعض الدول مثل الصين. طبعا المقومات الاقتصادية، تنوع الموارد، التكتلات الاقتصادية قائمة على التنوع والتشابه، التنوع في الموارد، التشابه في السياسات، التشابه في المقومات البشرية، ثم المقومات العسكرية التي هي ليست شرطا لقيام التكتلات الاقتصادية، ولكن بعد نجاح التكتلات تصبح شرطا أساسيا لوجود زي ما قلنا كده إيه؟ منافسين، فبالتالي لابد من الحمال. طبعا الأهداف موجودة بخريطة ذهنية متميزة جدا حضرتك راجعها من كتاب المدرسة، تيسير استفادة من مراكز بحثية، مزايا الإنتاج الكبير، تسهيل عملية التنمية، تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية، وهناك هدف ليس اقتصاديا بحتا وهو هدف سياسي تخفيف أثر الصدمات. أقل قارات العالم مواجهة للصدمات الاقتصادية، مستر عايز فاكر السؤال بقوة، كانت أمريكا الجنوبية، لأن أمريكا الجنوبية هي أقل القارات اللي عندها تكتلات اقتصادية، ما عنديش غير دولة تشيلي ودولة البيرو اللي هم أعضاء في منتدى الإيبك أو المنتدى التعاون اللي هو الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. طيب النماذج اللي في الكتاب عندنا الاتحاد الأوروبي اللي بيضم 28 دولة اللي فيه كل المقومات الجغرافية بمؤسساته الأربعة، المجلس الأوروبي، البرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية. لو شلنا البرلمان وحبينا نعمل دراسة مقارنة ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين مجلس التعاون لدول الخليج، يبقى المجلس الأوروبي بيتساوى مع المجلس الأعلى، مجلس الاتحاد يتساوى مع المجلس الوزاري، المفوضية تتساوى في اختصاصاتها مع الأمانة العامة، وكده احنا قدرنا نحط الاتنين مع بعض في الميزان. الكوميسا اللي بتضم 21 دولة، كومن ماركت، السوق المشتركة فور ايسترن اند ساوزرن افريقيا، اللي انت بتتكلم السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الافريقي، طبعا معروف انها فيها يعني وكالة الاستثمار الاقليمية، مجلس اعمال الكوميسا، المفوضية التنافسية، مفوضية المنافسة بدول الكوميسا. لازم ناخد بالنا من الجزئية دي. طيب لو رجعنا نحلل خريطة التكتلات الاقتصادية، هنشوف الإيبك منتدى التعاون الاقتصادي اللي بيضم في الغالب 21 دولة توجد في 4 قارات مختلفة، ركزوا في المعلومة دي، 21 دولة في 4 قارات مختلفة، يعني إذن في تشابه ما بين الإيبك وما بين الكوميسا في عدد الأعضاء، خلي بالكم. ولكن انت بتتكلم الكوميسا في قاره واحده وهي قاره افريقيا، اللي هي الايبك ما فيهاش قاره افريقيا. حضرتك مين القارات؟ عندك قاره اسيا، عندك قاره استراليا، عندك امريكا الشماليه، عندك امريكا الجنوبيه. استبعد افريقيا واستبعد اوروبا. النفاتا القاره اللي بتقع في تكتلين بالكامل هي قاره امريكا الشماليه. قاره امريكا الشماليه في اتحادين كامله كده، النفاتا اللي هي 3 دول، تتكلم عن كندا، الولايات المتحده الامريكيه، المكسيك، ودول ايضا اعداء في الايبك. اتحاد المغرب العربي اللي بيضم 5 دول، تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، موريتانيا. طبعا تونس وليبيا بتشتركان في الكوميسا وتشتركان ايضا في مجلس المغرب او اتحاد المغرب العربي. وبكده درس التكتلات مهم جدا، مميز جدا، ابرز المقومات التي يفقدها او التي يفتقدها تمام مجلس التعاون لدول الخليج، المقاوم الاقتصادي، الى اخر مجموعه الاسئله المتميزه اللي بيحطها لنا مستر عزيز. يا ريت ولادنا نعمل زي ايه سكرين لبعض الاسئله بصوره مميزه. طيب
تعالوا نشوف مع بعض الدرس الثاني، وهو درس من الدروس المميزة جدا جدا، الأحلاف العسكرية. ارتبطوا بقوة بصراع الأيديولوجي، لأن عام الأحلاف العسكرية عامها كان 1955، ويمكن كان لمصر دور قوي في الوقت ده لما أسست منظمة عدم الانحياز في مؤتمر باندونج في أندونيسيا 1955. أهداف الأحلاف: هدف دفاعي بحت، افتكر معايا كده لما أنا ومستر عزيز بدأنا نحللهم، هدف دفاعي بحت وهو ردع الأعداء، هدف هجومي وهو زيادة القوة العسكرية بالتسليح الجماعي بدلا من التسليح المنفرد، تسوية النزاعات، هدف دبلوماسي، هدف كده تقدر تقول عليه سلمي، تسوية النزاعات بطرق سلمية بين الدول الأعضاء، هدف قريب من الناحية الاقتصادية، حماية المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء. عندنا الولايات المتحدة الأمريكية زائد دول غرب أوروبا عملت حلف الناتو، بقوة حلف الناتو واللي بيضم 28 دولة حاليا. طبعا ما بدأش أقول لحضرتك حاجة، يا ريت حضرتك اعملها بإيدك وهتستفيد جدا جدا منها، هات خريطة الاتحاد الأوروبي كتكتل وهات خريطة حلف الناتو وشوف المتشابه والمختلف. اللي باللون الأبيض في الاتحاد الأوروبي مش عضو فيه، اللي باللون الأبيض في حلف الناتو في الخريطة مش عضو فيه. ويمكن خلي بالك من السويد والنرويج، هتلاقي حضرتك السويد مش عضو في الاتحاد الأوروبي، تمام كده، في حلف الناتو. النرويج عضو في الاتحاد الأوروبي مش عضو في حلف الناتو. يعني خلي بالكم من المعلومات البسيطة الصغيرة اللي زي دي اللي انت تشوفها بسيطة وصغيرة، ولكن لما تجيلي في الامتحان انا هقول انا شفتها فين. يبقى انت شفتها في كتاب المدرسة، في كتيب المفاهيم، في أطلس كتاب المدرسة. طيب الأثر الإقليمي والدولي لهذا الحلف وهو حلف الناتو، طبعا يعني كان قوي جدا، أثر في الحرب الباردة، أثر في سباق التسلح بين الحربين بين الحلفين الكبار، طبعا أثر على وأرهق اقتصاد الدولتين الكبار في الحلفين اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا روسيا الاتحادية اللي هي الاتحاد السوفيتي سابقا. طبعا مجهودات في التدخل في البوسنة والهرسك، إرسال مقاومات حفظ السلام، نواحي إنسانية زي زلزال باكستان، زي إعصار كاترينا، خلي بالك من كلمة نواحي إنسانية. حلف وارسو في 55، تهديدات حلف الناتو وبالضد تتميز الأشياء، هعمل الحلف في وارسو، وارسو عاصمة بولندا. طيب الصين ما وقعتش ولكنها أيدت بالدعم. انسحبت ألبانيا مبكرا في 1968 اعتراضا على قمع الثورة اللي في تشيكوسلوفاكيا. يعني نقدر نقول خالف الاتحاد السوفيتي شروط تكوين الأحلاف العسكرية، لأن من شروط تكوين الأحلاف تسوية المشكلات بالطرق السلمية، وهنا تدخل عسكريا. طيب انهار حلف وارسو أثر بقوة جدا، والسبب في فشل سياسة جورباتشوف على النواحي الاقتصادية، في طبعا انه عمل شفافية، عمل انفتاح اقتصادي. خلي بالك لما رمز الشيوعية تحل مشكلتها بأسلوب رأسمالي، ده اعتراف دولي بنجاح الرأسمالية وسقوط الشيوعية، ومن هنا بدأت عدوى الانفصال، النزعة الانفصالية بين الجمهوريات السوفيتية، تخلت الدول عن التزاماتها بحلف الناتو إلى أن أعلن رسميا بطبعا تحلل الحلف فيه رسميا في 1991، يعني أواخر القرن العشرين. مجموعة الأسئلة، الأسئلة المتميزة جدا جدا، توجد دول تنتمي لحلف الناتو في قارة، خليك معايا. احنا نقول حلف الناتو مين ومين؟ هقول على طول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تقع في أمريكا الشمالية، وطبعا هنا عندي قارة أوروبا بمختلف الفكر المتميز فيها بصورة واضحة. طيب ظهور تغيرات سريعة على خريطة العالم السياسية مع انتهاء الحرب الباردة، طبعا ده اللي بيميز امتى؟ أواخر القرن العشرين، منتصف القرن العشرين، فلازم نكون واضح جدا جدا الرد على الأسئلة. يعني يا ريت خد سكرين من الأسئلة اللي قدام عينيك عشان تبقى يعني دليل ليك بإذن الله تقدر من خلاله تفهم بعض الجزئيات المتميزة. تعالوا مع بعض بسرعة الوحدة الصغيرة والأخيرة عشان نبدأ نحلل بسرعة لو معانا وقت، إيه الأطلس المدرسي أو الأطلس اللي موجود في الكتيب بتاع المتين. العلاقات الدولية، لو بصينا على تعريف العلاقات الدولية وتعريف النظام العالمي تقريبا واحد، مع اختلاف بسيط خالص خالص خالص، وهو في كلمة إطار العولمة. إذن العلاقات الدولية، ارجع للمفاهيم اللي في البداية وهتفهم منها معلومات جميلة. تطورت العلاقات الدولية عبر الزمان. احنا عندنا قديما المعاهدة ما بين الملك رمسيس الثاني وملك الحيثيين، يعني كانت بين أفريقيا وأسيا.
الفرس والروم مع الممالك الخاضعه ليها، علاقه الدوله الاسلاميه مع جيرانها اللي تمثلت في علاقات دبلوماسيه وتعليميه والكلام ده كله، عارف تشابكت وتشعبت العلاقات الدوليه حاليا في العصر المعاصر. طب العوامل المؤثره في العلاقات الدوليه، عوامل طبيعيه، الموقع والمساحه، العلاقات الدوليه، موقع دوله مركزيه كمصر، دوله هامشيه كنيوزيلندا هتاثر في العلاقات، المساحه تختلف امكانيات الدوله من دول قزميه تمام لدول عملاقه المساحه كروسيا كالصين كالهند، دول كبيره المساحه. ارجع لخريطه العالم السياسيه واستنتج لوحدك الدول كبيره المساحه. مش شرط المثال اللي عندي روسيا الاتحاديه او الصين، لا ده انت هتشوف كتير، موقع كمصر، مساحه كروسيا، عدد السكان كالصين. وعلى فكره الصين اكتسبت مكانه دوليه في الامم المتحده واصبحت دوله من دول الفيتو بسبب وزنها السكاني مش وزنها الاقتصادي. الوزن الاقتصادي اثر بعد كده في ان تتسابق دول العالم في عقد علاقات دوليه مع الصين، القوى العسكريه، والدليل على كده عوده روسيا كوريث شرعي للاتحاد السوفيتي. نيجي نتكلم عن العلاقات الدوليه سلما وحربا. بص يا باشا انا عندي معلومه مهمه قوي، حرب عالمية أولى انتهت فتأسس على أثرها عصبة الأمم. السبب الرئيسي لنشأة عصبة الأمم منع قيام حرب عالمية تانية. سؤال، هل قامت الحرب العالمية التانية؟ نعم قامت الحرب العالمية التانية. يبقى كان بمثابة شهادة وفاة عصبة الأمم هو كان مين يا مستر أيمن أنت ومستر عزيز اللي هو كان عندنا. سقوط قوي جدا للأمم طبعا للمنظمات الدولية أو العصبة الأمم كان في فترة من الفترات اللي أنت بتتكلم فيها كان لابد من فهم طبيعة العلاقات الدولية، عدم انضمام الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في هذا الوقت. خلي بالك انضمام الدول الكبرى للمنظمات الدولية سلاح ذو حدين، انضمام الدول الكبرى للمنظمات الدولية هنشوف تأثيرها في طبعا سقوط عصبة الأمم، وهنشوف تأثيرها في تأثرها أو تأثيرها القوي وتحكمها في العلاقات في الأمم المتحدة. طيب يبقى الأمم المتحدة كانت بديل قوي جدا جدا في الفترة اللي هي طبعا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية هم مين يا مستر أيمن أنت ومستر عزيز؟ الولايات المتحدة، روسيا، انجلترا، فرنسا، ضم ليهم الصين كقوة بشرية. طيب طرق حل المشكلات بالطرق السلمية، طبيعة العلاقات السلمية، المفاوضات، الوساطة، المساعي الحميدة، التوفيق، التحكيم. وافتكر معايا المثال بتاع طابة، وطبعا عودة طابة لمصر في طبعا 1989. كيف يا مستر أيمن؟ اتفضل يا مستر عزيز. يا ريت يحطوا مع المفاوضات مشكلة ثابتة ومليلة، تمام، ويحطوا مع التحكيم حل مشكلة تونس وليبيا وطبعا. تمام يا مستر. احنا وظفنا المشهدين. دي يا ريت برضه السكرين يا مستر أيمن. تمام يا مستر عزيز. الأسئلة دي يا أولادي هتفيدكم جد جدا جدا. الخاصة بهذا الدرس. النظام العالمي الجديد، اتفضل مستر أيمن. تمام يا مستر عزيز. طيب. تعالوا بقى كده مع بعض. العالمي الجديد وما ينتج عنه من متغير. طيب النظام العالمي الجديد خدناه في الدرس التمهيدي، مراحل تطور النظام العالمي. تفتكر لما كان بيقول لك ايه للنظام العالمي الجديد زي ما بنقول كده ايه يعني خلفيه تاريخيه. اول من طرح الفكره كان الرئيس الامريكي ويلسون بعد نهايه الحرب العالميه الاولى. افتكر معايا عندك في التاريخ في الفصل الرابع عصبة الأمم، الأمم المتحدة، حق تقرير المصير، الرئيس ويلسون. دي كانت بداية فكرة طرح فكرة نظام عالمي، لسه المصطلح ما ظهرش. ظهر النظام العالمي الجديد أول مرة في خطاب الرئيس السوفيتي جورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي عندما أعلن عن قيام حقبة جديدة مع الغرب. ومش بس كده، أعلن المبادئ الحاكمة منها نزع السلاح، إحلال مبدأ توازن المصالح بدل من توازن القوى، نزع الصفة الأيديولوجية في العلاقات الدولية، تخطي الحواجز لتحقيق مصالح البشرية. ثم شاع المصطلح بقوة في أزمة الخليج، الرئيس جورج بوش الأب. طيب لما قام النظام العالمي افتكروا معايا ظهرت متغيرات. إيه المتغير؟ قارن ما بين، يعني أنت كده وأنت بتذاكر حلل، فرق ما بين المراحل والمتغيرات والخصائص والأهداف والأثر. المتغيرات لما عملناها انا ومستر عزيز قبل كده في خريطه ذهنيه ورسمها قدام حضرتك مستر عزيز، قدام حضرتك في كتيب المفاهيم، المتغيرات سعي دول اوروبا الغربيه لتحقيق تكامل اقتصادي،
سعي الدول الناشئه مثل النمور الاسيويه اللي موجوده في جنوب شرق اسيا، لان هي طبعا تبقى تحصل على مكانه اقتصاديه قويه. دول جديده كالمانيا واليابان وسمينا دول جنوب شرق اسيا طبعا نمور اسيويه، اما الاسود يا باشا المانيا واليابان كقوتين عظمتين، ثوره صناعيه ثالثه ماشي، ايجاد حلول لقضايا عالميه، تدمير قوات زي قوات حفظ السلام. طيب تعال نتكلم عن الخصائص، ثوره هائله في وسائل الاتصال، تحرير التجاره العالميه، تكتلات اقتصاديه، تدويل المشاكل اللي بتواجه العالم، ولما كنا بنتكلم على ازمه كورونا وغيرها من الازمات، شركات متعددة الجنسيات اللي قلنا بتكتسب، مع انها متعددة الجنسيات بتكتسب جنسيتها من دولة المقر، تقلص دور السيادة الوطنية. الاهداف المعلنة الجميلة جدا اللي ما تحققتش للأسف، اللي هي زي ايه؟ زي ما نقول المحافظة على الاستقرار العالمي، احترام سيادة كل دولة ونشر قيم الديمقراطية، احترام سيادة كل دولة ونشر قيم الديمقراطية. طيب تعال نفكر كده مع بعض بقوة كده يا مستر أيمن أنت ومستر عزيز، طيب هل حققت أهدافها؟ لا. طيب نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان دي بتتوافق مع إيه من شروط كوبنهاجن؟ مع الشروط السياسية. ركز كويس جدا واعمل دراسة. أثر النظام العالمي الجديد على الدول النامية والمتقدمة، احتكار مطلق للمال والسلاح طبعا والتكنولوجيا، تحويل المساعدات من قبل دول الغرب الرأسمالية من مكانها كانت بتتجه للدول النامية اتجهت إلى دول شرق أوروبا، الصراع على التكنولوجيا والصراع الخفي الآن على المواد الخام كما هو الحال في اليورانيوم في أفريقيا والدول المتقدمة بتتصارع. فاكر لما كنا بنقول البترول وتأثيره في العلاقات الدولية؟ دي حاجة مماثلة ليها كده كويس جدا جدا تاخد بالك منها. طبعا الصراع على التكنولوجيا، تضاءل دور منظمة عدم الانحياز، اختراق الأمن والثقافة العربية، انتشار العنف والحروب الأهلية اللي بدأ العالم كله يسعى إلى حل ذلك. طبعا بنشوف بعد كده في كتيب المفاهيم، معلش يعني احنا بنعتذر عن يعني الكم في المعلومات النهاردة، ولكن ده نظرا لان احنا كده حللنا كتاب المفاهيم من اول المفاهيم لدروسه المتنوعة، بندخل طيب بعد كده مستر عزيز في نقاط تمام مميزة جدا في الخرائط. تمام مستر عزيز، فضل مستر عزيز. تمام يا مستر ايمن، كل شكر التقدير طبعا لحضرتك، ونعتذر لطلابنا طبعا. بص يا ولاد، انت عند حضرتك مجموعة الخرائط اللي في الكتيب، الكتير منكم طبعها فطلعت لونها ابيض واسود فبدأ يقلق منها قوي وخايف منها. لا، الوزارة في الامتحان عالي جدا، مجموعة من الخرائط مميزة جدا، مطبوعة طباعة فاخرة جدا، يعني نقدر نقول ان كل الدقائق الموجودة هتبان. ايوه هتبان. طيب كل البيانات هتبان على الخريطة، ما تقلقوش. ايه في الخريطة يا ولاد؟ دايما الخريطة اللي قدام حضرتك هي خريطة العالم السياسية. خلوني ابدأ مما درسته في الصف الرابع الابتدائي، ومحدش يتعجب من الكلمات، ان اقسم الخريطة من خلال دائرة الصفر الدولية خط الاستواء وخط الصفر الدولي خط جرينتش إلى أربع أقسام، وهقسم الأربع أقسام إلى الأربع جهات الفرعية. يبقى بقى عندي الشمال الجنوب الشرق الغرب، بقى عندي الشمال الغربي الجنوب الغربي الشمال الشرقي الجنوب الشرقي. ليه يا أستاذ عزيز حضرتك قلت المشهد ده؟ لأن علشان أنا هوظف أسئلة الخرائط وعناية تجري على المطلوب منها. لما يجيب لي خريطة العالم القديم، أيوة مين العالم القديم ده؟ يا حبيبي إفريقيا وأسيا وأوروبا، ويقول لي بين أقصى شرق أسيا وأقصى غرب أوروبا، يبقى أنا أبقى فاهم الاتجاهات، لأن هشوف دول بحرية مجزأة. أو يقول لي في الركن الشمال الغربي والركن الجنوب الشرقي تتشابه الدول في النظام السياسي والإداري، أيوة أمريكا فيدرالية أستراليا فيدرالية، يبقى أنا عينيا جرت على الاتجاهات اللي أنا كنت مذاكرها. اتنين، أتمنى أكون كل كلامي في دقة. مرر دوائر العرض الرئيسية يا فندم لحضرتك، بمعنى هقول كلام كده بسيط
اتحملونا في يا اولاد علشان الطلبة اللي اول مرة تاخد بالها من ازاي الخرائط ما تتعبهاش. مستر عزيز انا ما اعرفش فين بيمر خط الاستواء ومش هتكسف منك، ولا فين مدار السرطان ولا فين مدار الجدي. اقول لك ما تزعلش، حضرتك هدي لك ثلاث دول ركز فيهم كويس جدا جدا. جنوب مصر، يعني شمال حدود مصر الجنوبية مباشرة، الخط اللي ماشي بالعرض ده كله دائرة العرض 23.5 جنوبا شمالا هو مدار السرطان. تمام. بص على الكونغو الديمقراطية قطعها بالنص يبقى خط الاستواء. تمام يا أولاد. بص على جزيرة مدغشقر تلتها اللي فوق يا شباب، الثلث الشمالي منها يبقى دائرة العرض 23.5 جنوبا أي مدار الجد. انتوا ليه خلتونا بص عليهم؟ لأن هقول لحضرتك امشي لي مع دوائر العرض دي وطلع لي واستنتج لي بقى الدول من حيث الشكل، دول من حيث المساحة. هقول لك وانت بتبص على مدار السرطان بالقارة الإفريقية تعرف تقول لي الأقلية المنتشرة فين؟ أيوة. هل هي دينية ولا قومية ولا عرقية ولا لغوية؟ سؤال جميل. أما بص كويس فين المكان؟ لما بقول لي هنا دائرة العرض 23.5 جنوبا تنتهي بدولة تتشابه مورفولوجيا معها، يبقى أنا لو مش عارف هي فين مش عارف أكمل الإجابة. يبقى أنا هبص كويس خالص على ان دائرة العرض 23.5 جنوبا اللي بتنتهي بشيلي، شيلي دولة طولية، يبقى عينيا هتكون على واحدة من الدول الطولية. كتير كتير من الافكار يا اولاد، قسم خريطتك للمثمن الاربعة الرئيسية والاربعة الفرعية. طيب قسم خريطتك على اساس الموقع الفلكي وهتربط خطوط الطول دوائر العرض يا استاذي. خلي بالك يا اولاد، ده أنا هكلمك على أن خط الصفر الدولي يقترب من ممرين استراتيجيين للدول تتباين في النظام السياسي والإداري في نظام الحكم، أو لدول لديها مشكلة سياسية ذات وهكذا. يعني أو أبص بقى كويس، أو يقول لي ده خط الاستواء، خط الصفر الدولي بيقطع تكتلين اقتصاديين. أنا مش عارف مين خط الصفر الدولي مش هبص على وهعرف اجيب التكتلات. كتير كتير من الافكار. طبعا احنا سردنا كتير قوي خريطة قارة اسيا قبل التفكيك وبعد التفكيك، وننوهكم في الدول اللي ظهرت بعد الانهيار حول بحر قزوين. يا ترى الدول دي حبيسة ولا بحرية؟ طب مين اكبر الدول اللي اتغيرت حدودها؟ تكون دولة الصين. عينيك كويس جدا على الدول الحبيسة اللي ظهرت، عينيك على الدول المحيطة. بص على بحر قزوين وعلى البحر الأسود وتخيلهم دول وحولهم. تعلم لهم عليها بالقلم يا مستر عزيز عشان تبقى واضحة قوي ليهم الجزئية. يعني الدول اللي ظهرت هتبقى باينة قوي لما نعلم عليها بعد إذن حضرتك كده، يعني اعلم عليها في الخريطه اللي هي الثانيه، وهيوضح قوي قوي. يعني الشريحه دي جميله جدا وبالضبط تتميز الاشياء. شوف مستر عايز هيعمل لكم ايه دلوقتي. تعالى كده على بالنسبه لروسيا في جنوب غربها، شوف الدايره اللي هتظهر قدام عينيك ايه. دي الدول الجديده اللي ظهرت بعد تفكك او بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي. هتلاحظ انها منها دول اوروبيه ومنها دول اسيويه، معظمها زي ما قال لك مستر عزيز بالفعل هي دول حبيسه. شوف كده حضرتك كازاخستان كدوله هل موجوده في الخريطه الاولى؟ لا، موجوده في الخريطه الثانيه الى اخره. وديت احنا كنا اتكلمنا فيها بصوره واضحه جدا جدا قبل كده، وقلنا لابد ان احنا نميز جدا ما بين خريطة آسيا قبل وبعد التفكك. بص كمان بصورة واضحة جدا، بص على اليمن. قبل كده كانت دولتين اصبحت دوله واحده، ده مثال للاندماج. يعني زي ما في اسيا تفكك، في اسيا كمان ايضا اندماج. ودي صوره يعني جميله جدا للجزئيه الخاصه بطبعا تفكك الاتحاد السوفيتي وتاثيره على خريطه العالم السياسيه
وتاثيره على اسيا ككل. ولو هنا نفتكر زي ما مستر عايز كان بيقول من شويه، ازاي افرق ما بين الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي؟ لو جالك السؤال ده اقف عند السؤال مكان ما بيسال. لو بيسال على خريطه العالم هيبقى سهل، لو بيسال على اسيا، لو بيسال على افريقيا، لازم تحدد من النقطه اللي هو بيتكلم فيها عشان تقدر تحدد اتجاهاتك سواء ان كانت فرعيه او ان كانت رئيسيه. ويمكن بيحضرني في الجزئيه ديت سؤال كان على السنه اللي فاتت على الأرجنتين، لما قال لي متوقع ظهور الموارد المعدنيه فين، على طول هروح لشمال غربها لان الجبال ما بينها وما بين شيلي. طب لو على السؤال على شيلي هتكلم على الشرق بالنسبه لدوله شيلي. الخريطه واضحه جدا، بتحمل معلومات كتيره جدا جدا. شوف الخريطه اللي بعدها يا مستر عايز بعد اذنك. طيب استكمل يا مستر ايمن. اتفضل يا مستر عزيز. لما بص يا ولاد على هنا خريطه اسيا قبل وبعد التفكيك، عناية على الدول وهقسمها مورفولوجيا، عناية على التغييرات الحدودية لدولة الصين وخاصة في الجانب الغربي، عناية على الدول الحبيسة وامتدادها، ببص على العواصم اللي درستها في الخريطة لأن هنا في عاصمة مستحدثة، عناية على الأقليات اللي أنا درستها عبر دوائر العرض، الأقلية تيمور. نقاط الدقة دي من فضلكم وظفوها على الخريطة. طبعا احنا هنا امام خريطة تدريسية. افكركم واذكركم بالجبال العابرة والجبال الحاجزة، الجبال التي تعبر دول والجبال التي تفصل بين الدول. هنا نتذكر السلسلة الروكي في غرب امريكا الشمالية والانديز في غرب امريكا الجنوبية. طيب هبص هنا على جبال الألب، على جبال الهيمالايا، وهوظف خريطة التضاريس دي هنا بقى فين يا أولاد؟ في السهل الأوروبي العظيم. السمة السهلية هي التي كانت سببا رئيسيا في نجاح الاتحاد الأوروبي. عينك بكل دقة إن لو أوروبا بمثابة دولة فهي دولة برية بحرية مجزأة للقارة كيان مع مجموعة الجزر. أكرر لحضراتكم الجزء اللي اتكلمت فيها، قبرص بتسكت عندك جزيرة قبرص، جزيرة كريت، جزيرة مالطا، جزيرة صقلية، سردينيا، كورسيكا، البليار. عينك على المضايق الاستراتيجية يا فندم، عينك على المضايق الاستراتيجية يا فندم. خلونا نقول حاجة مهمة جدا، بص كويس جدا على قارة افريقيا جنبها خريطة مصر. احنا لو حطينا هنا السهم هو شباب، منطقة شهدت هجرات يبقى لأسباب قومية، منطقة هنا شهدت هجرات لأسباب سياسية وعسكرية. الحد الفلكي البحت على المهمة مصر عايز على شمال غرب مصر. نعم يا مستر ايمن، ولا حضرتك على منوب على الجزئيه بتاعت شمال غرب مصر اللي تعتبر ارتبطت بالمرحله الثانيه من مراحل ترسيم الحدود. تمام يا مستر ايمن. لما نبص على السهم يا اولاد، هنا لاسباب قوميه، هنا لاسباب سياسيه وعسكريه. لما بص على حدودي، الحد الفلكي البحت هو الحد الجنوبي. الحد الفلكي الذي شهد عملية ميل يمينا أو يسارا في جزءه الشمالي هو الحد الغرب في قطاعه الشمالي. وهنا نتذكر المرحلة الثانية التي فيها تغير مسار الحد. خلونا أذكركم بحاجة مهمة جدا يا أولاد، المياه الداخلية والبحيرات الداخلية. لما اشتغل على البردويل والمنزلة والبرولوس والخلجان محدودة المساحة، مصب دمياط ورشيد مياه داخلية. لكن لما حط السهم هنا على قارون زي بحيرة ناصر، زي البحيرات المرة دي اسمها بحيرات داخلية. ركزوا جدا جدا جدا. تمام يا ولاد؟ في شوية نقاط هنا نخلي بالنا منها كويس قوي. طيب يعني خريطة الوطن العربي، نذكركم بالمنافذ البحرية، المنافذ العربية الأوروبية، العربية العربية، العربية الآسيوية.
العربية الأوروبية مضيق جبل طارق، العربية العربية مضيق باب المندب، العربية الآسيوية مضيق هرمز. خلي بالك من الكلمات وشوف مدار السرطان لسه مكلمك فيه، ورحلة مروره عبر التكتلات، عبر تكتلات اتحاد المغرب العربي وتكتل الكوميسا. فرق ما بين الجناح العربي الآسيوي والجناح العربي الإفريقي، فرق المشكلة اللي في الشمال الشرقي هنا والمشكلة اللي في الشمال الغربي يا فندم. تمام. بعد كده بيتنقل لنهاية عمل فيه نقدم كامل الشكر والتقدير لحضراتكم، نعتذر عن الإطالة لكن كان يجب أن يتمم العمل يا أولاد. كل الشكر والتقدير إدارة التعليم الإلكتروني لما قامت به طوال العام من جهد ملموس وعن كثب واهتمام بالمونتاج الرائع المميز لوصول حلقات البث المباشر في موعدها المناسب. كل الشكر والتقدير لثقة السيد الفاضل المستشار لمادة الدراسات الاجتماعية وتنمية الدراسات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية وفريق العمل للمتابعة العلمية سيد الفاضل أحمد عبد السميع عبد المنعم. أقدم جزيل الشكر لزميل العمل طوال العام في الكد والتعب وإتقان العمل وتفوق العمل بالنسبة لطلابنا الأستاذ أيمن رضا حسن عواد، كبير معلم الجغرافيا في محافظة القليوبية. إن شاء الله يا أولاد نتمنى يا مستر عزيز، يا مستر عزيز، اتفضل يا حبيبي. يا مستر عزيز الشكر، كل الشكر لمستر عزيز على الإخراج للمعلومات بطريقة رائعة جدا، على تميز مادة الجغرافيا السياسية على منصة البث المباشر بمجموعة من يعني مادة علمية مميزة جدا جدا اللي كان فيها طول العام. يعني مستر عزيز أنا كنت بسهره وكنت بتعبه كتير جدا جدا، وبقدم كامل الشكر لحضرتك باسم ولادنا طلبة منصة البث المباشر على يعني كمية يعني الراحة النفسية لما بتشوف يعني شغل كده مميز. وطبعا مش هنقدر نقول لأولادنا غير ان انتم يعني انتم في عينينا، وان شاء الله بإذن الله بنوعدكم بمراجعة مميزة جدا جدا ان شاء الله في ليالي الامتحان، هتتميز جدا جدا معانا وهتسمع يعني فعلا مراجعة هتنفعك جدا جدا ان شاء الله. بشكركم كل الشكر وبنقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين، وما تقلقوش الدنيا هتكون تمام قوي 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 جدا. يعني انت لازم تكون مستعد كل الاستعداد بإذن الله لامتحاناتك عشان ربنا يكرمك وتحقق حلمك وحلم اهلك ان شاء الله. شكرا مستر ايمن. هيا اولادنا احنا ما زلنا لدينا عده لقاءات. اللقاء الاول هو مراجعه ليله الامتحان لماده الاقتصاد وهي جاهزه لحضراتكم، واللقاء الثاني والمميز جدا لقاء ماده الجغرافيا. انتظروا جدول المراجعه على الصفحه الرسميه لاداره التعليم الالكتروني بوزاره التربيه والتعليم. ننحن احتراما وتقديرا لكل من امتدت يده لهذا العمل سواء كانت مراجعة علمية أو مراجعة فنية. ننحن احتراما وتقديرا لكل من وافق في هذا العمل. نراكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.